استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الذي وافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يواصلون عملية رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. نعم، يأتي ذلك فيما يبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث قبل غروب شمس يوم غد الاثنين. يستقبل حجاج بيت الله الحرام والمسلمون في بقاع المعمورة أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك المعروف بيوم النحر، وهي أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، يقضيها الحاج بمشعر منى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات، وسميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي. ويعرف أول أيام التشريق بيوم القر، وسمي بذلك لأن الحاج يقر ويمكث فيه بمنى يرمي الجمرات بدءا من الجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى. أما اليوم الثاني من أيام التشريق يعرف بيوم النفر الأول، وذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، بشرط أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس. وفي اليوم الثالث من أيام التشريق الذي يعرف بيوم النفر الثاني يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى، سمي بذلك كدلالة على أن من تعجل ونفر من منى في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أيضا لا يكون عليه أي إثم. يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه المملكة العربية السعودية جهودا عظيمة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحاج وأداء نسك حج هذا العام بكل يسر، ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى ديارهم بعد رحلتهم الإيمانية بكل سلام وأمان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة